نسجفكم كاملين من فوق شوية من فوق شوية من فوق شوية من فوق شوية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لكل متابعين الأوفياء من داخل وخارج أرض الوطن. نتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم هذا الفيديو إن شاء الله وانتم في أتم الصحة والعافية. ما تبخلوش علينا باللايكات، لا عجبكم الفيديو التعليق بارتاجيو لا فيديو إخواني أخواتي. نايضة نايضة وشخضت شخضت هاد المرة وبالمزيان إخواني أخواتي، وشخضت عندها لا يا هلا عندها لا يا هلا إخواني أخواتي. الخوال جات قاعدة والخوال جات قاعدوا ليهم صوتنا وصل إخواني أخواتي. واتما نوضو ضربوا الفقد في ولد بلادكم، نوضو ضربوا الفقد في ولد بلادكم، راه يدور من بين زنقة زنقة ودرب بدرب إخواني أخواتي. غادي نشاهدوا جميع هاد المقطع الصغير إخواني أخواتي وراجع معاكم. ونايضة يا سيمون نايضة برعاية الواطية. أبو علي أبو علي إيش كاين يا أبو علي؟ كان قلب عليك الدار يا أبو علي. ها؟ إي والله يا أبو علي. يلا كان خرجوا دابا يلا. سلعت يا هذا. ها قاعدة أكلمك مغربي وأكل خلالة. خلالة؟ هذه إيش يسمونها بلغتكم؟ هذا إحنا نسميها بربوق. بربوق؟ لا تلومني يا أبو علي. لا تلومني يا أبو علي. صاير. هاك أمسك الخلالة. أشوف. اثنين يطلقون بالسوشيال ميديا. إحنا نبتلش فيديوهاتهم. هذا يقول عن هذه واطية. وهي تقول عنه واطي واطي. محشومين كلكم وراح اوريكم الفيديوهات وما راح اغطي على اشكالهم. واذا عندك شيء من الحين اقول لك لا تهدد، روح ارفع قضيه. جاهزين؟ جاهزين. خلنا ناكل برقوقه على ما احط الفيديوهات. تذكرون يا جماعه انا مع ابو علي كنا وما زلنا ننتقد هالناس اللي يصورون بجايم واللي يصورون بغرف النوم بعيالهم، عيد ميلاد بنتي، عيد ميلاد زوجي، اهديت زوجي، بس ايش اقول؟ يعني هيلك. لكن الحين الموضوع تطور، الموضوع ان اثنين متزوجين يتطلقون ما يصير نصيب. يعني الوطن العربي كله يدري، وهي تسبه وهو يسبها. زين احنا شكو وبوريكم كل شيء شيء يعور القلب. نشوف يا ابو علي. اي شوف صار حين الترند بين السب بين الطليق وطليقته. والله عيب. نبلش بطليقته. طلعت بحفلة قالت أكبر غلطة بحياتي حبيت واحد قطو. شوف أكبر غلطة بحياتي على بالك خلصنا. يطلع هو ويرد عليها ويقول أكبر غلطة بحياتي حبيت حبيت واحدة واطية. هلا عم واطية وليه لك أكبر غلطة بحياتي حبيت واحدة واطية. سمعيني على بالكم بس لا مو كذي الموضوع، الموضوع أكبر. ولا حد يقول ليش حقه تتابعهم، احنا ما نتابعهم بس فيديوهاتهم توصل ليخشومنا غثونا. يطلع الحجي تخيل ابو علي ريال طول وعرض وشوارب ولحية ويفتح التليفون يبكي. عيب ما يصير. انت ريال ترى، وحتى لو الريال يبكي بينه وبين نفسه لا تنكسر قدام هالامه. وبعدين احنا شكو فيكم مشاكلك. يصور كيكه ويبكي، يحط اغنيه شوفتك بشوف شيء لو عجبت الله سبحانه وتعالى. يعني أوجد لنا السكن والبيت والشقة، ليش يا أبو علي؟ الواحد يأخذ حريته ببيته ويستر نفسه. الواحد صح كلامه يأخذ راحته ببيته، أخذ راحتك وسوي اللي تبيه. لكن الله أمر بالستر. ما يصير تصعدون ترند وتدورون الشو حتى على أفا مشاكلكم وطلاقكم. عيب يا أخي. يعني خلصنا من من من, من الهلاقة والمصاخة اللي أنا أهدي زوجي سيارة وأصور ووري الناس، ولا انا اسوي عيد ميلاد فخم حق عيال. سووا وعليكم بالعافيه، وصور للذكرى وصور حق اهلك. لكن البشر ما لهم ذنب. بالختام لازم نعلم عيالنا اهميه الخصوصيه، خصوصيته الشخصيه وخصوصيه امه وبيته وابوه واخته وخواته وزوجته وعياله، ويحط حد.
ان باب بيتي مسكر لازم ما ينفتح الا حق اللي له الحق، امه ولا ابوه ولا خواته ولا زوجته وعياله، اما الغريب ما له حق يتدخل. لازم نعلم عيالنا اهميه الخصوصيه للانسان، اما الحيوان عزكم الله ما عليه شرحه. نحن باغون هنا، نحن باغون هنا، هذه ال... ايوا قالوا لك الخوالجه كون راقي حتى في خلافاتك، لكن بعض المخلوقات متعودين يكونون واطيين، متعودين يكونون واطيين. يا واطية ويا واطي، واتشوهتوا في الخليج واتفضحتوا في الخليج والضحية عيالهم. اي اخواني اخواتي، الضحية في هذا الشيء كامل هما الوليدات اخواني اخواتي. ايوا ها هي الشخضت، ها هي الشخضت بالبيان هاد المره. ها ولاد بلادو تقعدوا بغيتوا غير البوز. ايوا هو البوز، الواطيه كتهبل تطلع في العماريه. ايوا طلعتي لها عالميه هاد المره، طلعتي لها عالميه. الخليجيين كيستنكروا هاد الجوج اللي داروا لنا هاد الفضيحه، كيستنكروا الخوالجه هاد الفضيحه وهاد الشوهه اللي داروا لنا هاد الواطي والواطيه اللي تلاقاو مع بعضياتهم. شوهتونا في العالم، الله يعطي لجدكم الشوهه فين ما كنتو. وكيف قالوا لكم الخليجيين، الاطفال هم الضحيه ديال هاد الاباء عديمين المسؤوليه، كيفكروا غير في الشهره والفلوس بالشوهه وقله العراض. وفينك نافيخة، فينك طيطيمة، فينك محناك؟ هاولا غزنتي او تخبيتي في حل بخوشة ونوضي تقعدي، نوضي تقعدي وردي على هادو وطردقي فيهم عينيك، كيف ما كطردقيهم في ولاد بلادك، كيف ما كطردقيهم في الصحافة المغربية وتقولي لهم حياتي الخاصة، حياتي الخاصة، وما تسولونيش وتلوحي عليهم ميكروات. ولا مع ديالنا عينيك كتخرجيهم وتطردقيهم، ومعهم وما كتخبي بحال الفارة، كتزنديها وتشوهينا في العالم العربي او تخبي في الجحر ديالك. الا خرجي، خرجي وبرري وقولي ليهم المغاربة بارين مني، المغاربة الحرار بارين مني ومن هاد الشوهة اللي دايره انا والواطي. قولي لهم هاد البوز اللي دايره انا والواطي راه غير باش نحركوا شويه، لانه عباد الله نساونا تلهاو مع قضايا اخرين وتلهاو مع مشاكل اخرين، ونساونا كيدويو لينا غير على النقد والابرام، ويدويو علينا على حمزه مومبيبي خاصهم يدويو لنا على حاجه اخرى، وينساو لينا النقد والابرام وينساو لينا الحبس اللي تابعني. خرجي وطردقي عينيك، ولا كطردقو مي باش تشوهوا لنا سمعه بلادنا. لا تي ولا الوطن اللي معاك مستعدين انكم تبيعوا حياتكم، تبيعوا حياتكم باش تطلعوا في البوز. دايرينها سلعه، الحياه ديالكم دايرينها سلعه رخيصه كتبيعوها لعباد الله باش ديما الناس يدويو عليكم. بغيتوا غير الشوهه والفضيحه؟ ايوا انتم تشوهتوا وتفضحتوا، ولا العالم العربي تنص عليكم ويستنكر هاد الشوهه وهاد الفضيحه اللي كديروها؟ هما هاد الناس كخليجيين كيستنكروا على ان واحد منهم كيدير هاد الافعال اللا اخلاقيه، وكيفتح لايف وكيبدا يبكي ويتخنن على مراه، كيستنكروا هاد الافعال. وحنا كمغاربه ما عندناش الحق اننا نستنكروا هاد الشيء اللي كديروا فينا. هاد خيتي هادي اللي تيقول لها راجله واطيه، هي تقول ليه الواطي هو يقول لها الواطيه. وحنا كشعب مغربي ما عندناش قالت لك الحق اننا نستنكروا هاد الشيء اللي كدير فيه. سياسه القمع والشريفه، وتنوضي تقعدي، نوضي تقعدي. شكون غتكوني انت اللي ما غاديش ندويو عليك؟ شكون غتكوني انت اللي ما غتخليناش اننا نستنكروا هاد الافعال اللي كديرهم فينا، اللي حنايا مبرين منك، مبرين منك، وانتي لا تمثلين المرأة المغربية ولا تشرفيننا كمغاربة وكنساء مغربيات. هاد الشوهة اللي بغيتي، والله يزيدك حبيبتي الشوهة، الله يزيدك شوهة في شوهة، الله يعطيك شوهة في شوهة وتكون عالمية نيت. وهذه هي اللي كنت نقول لكم من هادي شحال، الله يعطيكم شوهة الجمعة والناس مجمعة، شوهة العشاء والناس تعشى، وانتم كتجازاو. يا سبحان الله، بركاتك يا المديمي، بركاتك يا المديمي. اخواني اخواتي، بارطاجيو هاد لا فيديو، عطيونا لايكات، ضوبلوا التعليق، دوزوا بخير والسلام عليكم.